خلينا في الفيديو ده نعمل سامرنج كده او نلخص اللي احنا اتعلمناه في المحاضرات اللي قبل كده لان احنا اتعلمنا حاجات مهمه جدا اتعلمنا عن الكومبوننت وازاي نعمل كوميونيكيشن او نعمل تواصل ما بين الكومبوننت وبعضها اتعلمنا الات انبوت وعرفنا ان احنا نقدر نعمل بايند للبروبرتي بتاعتنا البروبرتي بتاعتنا في الكومبوننت ده اللي كان اسمها اليمنت كنا بنقدر نعمل لها بايند من بره من الكومبوننت الاب اللي هو الاب كومبوننت كنا بنقدر نعمل الاليمنت ده اللي هو كنا عاملين له اليس هنا اسمه سيرف ايليمنت كنا بنقدر نعمل له بايننج هنا من الكومبوننت الاب ونفس الكلام اتعلمنا الات اوبوت اللي بتخلي الكومبوننت الاب يقدر ان هو يلسن او يسمع الايفنت اللي احنا هنعمله من الكومبوننت ده عن طريق طبعا الايفنت اميتر طبعا دي فيتشر مهمه جدا كومبوننت كوميونيكيشن او تواصل الكومبوننت بينها وبين بعضها وهنستخدمها ان شاء الله في الريسبي بوك اب الابلكيشن بتاعنا اللي احنا بنطبق عليه برضو وبكده هيبقى الابلكيشن بتاعنا فيري دايناميك في عندنا كومبوننت كتير والكومبوننت نقدر ان هم يتواصلوا مع بعضهم البعض وطبعا الابروتش اللي هو بنستخدم فيه الانبوت والاوتبوت ديكريتور عشان نعمل كوميونيكيشن بين الكومبوننت وبعضها هو كويس وكل حاجه بس في ايشيو صغيره كده اللي هي لو احنا جينا نعمل كوميونيكيشن ما بين كومبوننت الاتنين في نفس الليفل يعني ما بين السيرفر كومبوننت والكوكبيت كومبوننت لازم ان احنا الاول نبعت الداتا للبيرنت كومبوننت اللي هو الاب كومبوننت وبعد كده نرجع نعمل لها بوست تاني للكومبوننت اللي احنا عايزين نوصل آه للداتا دي طبعا الكلام ده يعني هيخلينا ان احنا نعمل زي تشين او سلسله كده من الانبوت والاوبوت عشان نوصل الداتا من كومبوننت لكومبوننت فخصوصا لو الابلكيشن بتاعك كبر او بقى كبير وفي كومبوننت كتيره فمش هينفع ان احنا نستخدم الابروتش ده عشان كده في سيكشن خاص بالسيرفيس السيكشن ده هنتعلم فيه الابروتش التاني ان احنا نعمل كوميونيكيشن ما بين الكومبوننت وبعضها بس برضو الابروتش اللي احنا مستخدمينه ده دلوقتي هو كويس جدا في اليوز كيس دي يعني في الحالة دي ده كده بيرفكت او هو ده استخدامه اللي نستخدم نقدر نستخدم بيه الابروتش بتاع الانبوت والاو